سد القطري هيجيان سبورت لكاليدونيا، كاليدونيا الجديدة، وين شنا كيفاش كأس العالم للأندية، وين شنا كيفاش الهدف، الهدف الذي سجله بونجاح بغداد بونجاح في الدقيقة 26، شنا كيفاش وين أيمي روبن رويان الذي سجل عدل النتيجة في الدقيقة 49 في الشوط الثاني، في بداية الشوط الثاني شنا الهدف في الشوط الأول، شنا الهدف في الشوط الثاني، شنا كيفاش السد كيفاش دخل بالتشكيلة، تشكيلة 4-4-3-3، شنا هايجان سبورت اللي دخل بخطة 4-1-4-1، يعني المدرب تشافي وين تكلم قبل المباراة وين قال لهم أحلم بمواجهة ليفربول في مونديال الأندية، وين شنا كيفاش تشافي كان عنده حماس كبير، يعني وين شنا كيفاش بونجاح وهو رابع عربي يفتتح أهداف مونديال الأندية، وين افتتح الجزائري الدولي بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري الهدف الأول في الدقيقة 26، شنا كيفاش نقولوا باللي اليوم السد تلقى شويه صعوبات في الشوط الاول، شنا الشوط يعني الشوط الثاني وين كانت فيه مباراه، كانت نقولوا باللي كانت مباراه وين شنا رئيس وين رئيس تاع النادي هيجيان وين تكلم وقال لهم حققنا حلمنا باللعب في مونديال الانديه، وين يعني كانت المباراه اللي كانت قويه، مباراه اللي كانت خاصه بين انديه بين نادي قطري وهذا الفريق تاع كاليدونيا الجديده، وين شفنا كيفاش ايمي رويان الذي سجل وعدل في الدقيقه 49، يعني كانت المباراه كانت صعبه بالنسبه لزوج فرق، خاصه افتتاح تاع كاس العالم للانديه، اول مباراه في الدوره هذه تاع كاس العالم للأندية، كانت مباراة كانت شيقة، مباراة كانت شنا فيها اللعب، شنا فيها حماس كبير خاصة من جانب نقولوا باللي من جانب السد الذين كانوا يبحثون على الفوز في الشوط الأول، شنا الشوط الأول كيفاش بغداد بونجاح يخادع الدفاع تاع هايجان سبورت اللي عرف كيفاش يخادع، عرف كيفاش يسجل في الدقيقة 26، في الشوط الأول اللي انتهى بهدف لصفر للسد القطري، شنا في الشوط الثاني مباشرة في الدقيقة 49 وين أيمي روبن رويان الذي سجل الهدف التعادل، وشنا كيفاش المباراة كانت مباراة وين كان تضيع فرص كثيرة من جانب نقولوا اللاعبين تاع السد، خاصة وين بونجاح كذلك لفريق وين أضاع في الشوط الأول، شنا أضاع في الشوط الثاني، يعني كانت المباراة كانت شيقة، مباراة كانت تاع أهداف، مباراة كانت تاع نقولوا بلي مباراة هذه اللي شنا فيها كيفاش كان فيها المباريات، يعني هذه المباراة تاع السد مع فريق كذلك فريق اللي غير معروف البطولة تاعه ولا معروف القارة اللي يلعب فيها، لكن في عبر نقولوا باللي غير معروف مع غير معروف بالنسبة للسد القطري، هذه هي المباراة اللي شنا السد القطري هايجان سبورت لدور وين كأس العالم للأندية الجولة الأولى، صحيح.